الكلمة نور والكلمة حق، عيسى ما جاء سوى كلمة، وملأ الضوء النور والدنيا بالكلمة. أتعرف يا هذا معنى الكلمة؟ الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوت البلد. ألبرت أينشتاين يقول: من الغباء أن تفعل الشيء مرتين بطريقة واحدة وأسلوب واحد وتنتظر مفاجأة عكسية. الآن معكم في الضيوف الحلقة حتى يكون حوارنا مبدأ توحد ومبدأ حب ومحبة وجمع أهالي المنصورية على يد رجل واحد، العمل الجماعي. الرئيس يطالب بالعمل الجماعي، كلنا مجتمع واحد، كلنا نعمل لصالح مصر. معنا ضيوف الحلقة القس من، أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك بين يمين. أهلا وسهلا بك يا فندم. معنا الأستاذ محمد شرادة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. القس بن يمين طلعت، ما الذي يجوء في أجواء الأمة المصرية الآن على مدى ما نراه في المجتمع المصري؟ أولا بشكر حضراتكم على هذه الدعوة يعني، وبقدم كل التحية والتقدير لحضرتك السيد أستاذ محمد على هذه الدعوة، وبهنئ الشعب المصري كله بشهر رمضان المبارك. أعاد الله علينا وعليكم كل خير ومحبة وفرح وسعادة. الشعب المصري اللي احنا شايفينه دلوقتي ان عايزينه يبقى فيه توحد. يعني هو دلوقتي بدأ الناس كلها تبدأ يعني كله مع بعض، كل ايد واحدة. السيد الرئيس كل هدفه كل الناس كلها تبقى يعني ايد واحدة، كله يبقى عمل جماعي. العمل الفردي مش هينفع دلوقتي خالص. احنا في بلد زي بلدنا المنصورية يعني نشكر ربنا الدنيا بدأت يعني كله يبقى فيه وعي شويه، بدات في العمليه بدات تتحرك شويه عن العمل الجماعي، العمل الفردي ما عادش بيعمل اي حاجه دلوقتي، وده اللي مصرنا الحبيبه كلها ماشيه فيه، كل الخطى ده أكيد وكلنا أكيد. ماشيين ورا اتجاه ورا يعني توجيهات السيد الرئيس اكيد يا فندم. العمل الجماعي اكيد يا فندم. استاذ محمد، متى يكون العمل الجماعي صيغه لاهل المنصوريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بهنئ السيد رئيس الجمهوريه فتح السيسي وبهنئ القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان اللي هو عبور سيناء، عبور قناة السويس، وتحطيم خط بارليف الساتر العظيم اللي كان بيقولوا عليه الصهاينة ان خط بارليف عمره ما يقهر. فأنا بهنئ السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وبهنئ القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، ونحن كذلك نهني الأمة العربية والإسلامية والمصرية بعبور قناة السويس والعاشر من رمضان وحصاد الجيش المصري وعمل الجيش المصري وشهداء الجيش المصري الذين بذلوا الدماء من أجل مصر، من العبور إلى الإنجازات في عصر العبور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل لصالح مصر. تعال نشوف ونوري أهل المنصورية وكل من يتحدث عن المنصورية إنجازات معالي رئيس الجمهورية والوزير عمرو طلعت الذي يعملان لصالح المجتمع المصري. نشوف المنصورية ومكتب بريد المنصورية. حد انا اي حد يحبها في الكون ده قدي، مفيش في الدنيا اغلى من الوطن ده الكل عندي، اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب I'm
هذا إنجاز عظيم في قرية المنصورية، تعظيم سلام للجهات المسؤولة، تعظيم سلام لكل رجل يعمل لصالح المجتمع المصري، تعظيم سلام لهؤلاء الأبطال الذين ينسبون للأمة كيف يكون العمران وكيف يكون التحدي. أدي مكتب بريد المنصورية، إنجاز ولا مش إنجاز؟ أكيد كل مشاهد يشاهدني الآن، لأننا في عصر العبور، عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن يكون هنالك أحد بعيد عن فعل المجتمعات وعمران المجتمعات وبناء مصر الجديدة من أجل قيادة يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح مصر، رغم أنف الحاقدين والحاسدين والمتطرفين عن المنهج. أعود إليكم مرة ثانية مع ضيوفنا، متى يكون التوحد ظاهرة إيجابية في عمل الخير في المنصورية؟ شوف، المنصورية زيها زي قرى كتير أوي في مصر كلها. الشعب المصري شعب مترابط متماسك، يعني لما حبوا يعملوا فتنة ما عرفوش يعملوا فتنة في مصر بسبب ان الشعب متماسك مترابط، يعني كلنا في ترابط. احنا في بلد زي بلدنا كلنا ايد واحدة، مسلم مسيحي ما فيش حاجة كده، نروح نمشي نروح مع بعض، واجبات عزاء افراح، بنجامل وبنبقى مع بعضينا كلنا. اكيد يا فندم. استاذ محمد، ما الذي يدور في اعماقك لاهالي قرية المنصورية؟ في البداية طبعا بشكر السيد الدكتور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت على المجهود الخارق اللي بذله في انشاء مكتب بريد المنصورية، وبنشده ان يفعل منظومة استخراج شهادات الميلاد ووثائق الزواج من مكتب البريد، وبنشده كمان مرة بتشغيل مكتب الشهر العقاري داخل البريد، وبشكره وبشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي بيعمله، والنظرة بعيدة المدى في قرى المحافظة. واحنا نقول الحمد لله احنا في المنصورية طبعا مكتب البريد تم في المية. معنا وزير الاتصالات. الو الو، فصل الاتصال. الو، حتى يعود الاتصال نرى هذا التقرير الهام الذي يمثل نبض الشارع في المنصورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم وليد محمد سيد أحمد من المنصورية، ونشكر الأستاذ عمرو طلعت وزير الاتصالات أنه هو خلانا يعمل لنا بريد، مكتب بريد يوفر على 500,000 مواطن، يعني يوفر عليهم حاجات كتير في 500,000 مواطن، وده مشروع من المشاريع في المنصورية. وبنطالب المسؤولين اللي هم يبصوا للمنصورية بنظر اكتر من كده، يعني ابونا كلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني ان شاء الله رب العالمين عشمنا ولاده بيكلموه، يعني بيقولوا له انت اب لينا وعايزينك تعمل لنا حاجات افضل من كده، يعني احنا بنطمع وما تزعلش ان احنا نطمع في حاجات افضل من كده. ده يعني حق ولادك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا مرة ثالثة، تفضل استاذ محمد اكمل حوارك الذي بدأ. طبعا موضوع البريد ده كان انجاز بالنسبة لاهل قرية المنصورية، واحنا الحمد لله برضو السيد المحافظ جيزة أمر برضو شركة المياه والصرف الصحي بإمداد خط المياه الحلوة للمنصورية، وجاري العمل فيه من ناحية بورتوس، وشغالين في فحط الطريق وتوصيل المواسير، وإن شاء الله في القريب العاجل في خلال شهرين إن شاء الله تكون المياه وصلت الحلوة لقرية المنصورية. وطبعا برضو بشكر السيد المحافظ والسيد رئيس مجلس مدينة والأستاذ عمرو غانم رئيس الوحدة المحلية بالمنصورية على إنشاء طريق المنصورية داخل القرية، بقى طريق رايح جاي وعطى القرية منظر جمالي. وبشكر كل المسؤولين اللي بيساهموا وعاوزين ياخدوا بإيد المنصورية وبيخلوها تتقدم للأمام، وبطالب أهل المنصورية وشباب المنصورية بالأخص، لأن هو الشباب دلوقتي كله ده شباب، المرحلة اللي جاية مرحلة الشباب، إن هم يلتفوا ويبقوا إيد واحدة وعلى قلب رجل واحد لخدمة أهل القرية،
وبقول لهم احنا عاوزين نشتغل عمل جماعي، مش عاوزين عمل فردي، مش عاوزين شو ولا اعلام، احنا كلنا بنعمل لخدمه اهل البلد وخدمه اولادنا اللي جايين، وربنا يا رب يقدم لنا ما فيه الخير. وطبعا احنا الحمد لله من منبر الحق من هنا تمت استجابه وزيره الصحه بخصوص مستشفى المنصوريه، وان شاء الله في مقابله يوم الاثنين القادم باذن الله مع الوزيره بخصوص ملف مستشفى المنصوريه لسرعه البدء بالعمل بمستشفى المنصوريه. اكيد يا فندم. وهي بشرى ساره ان وزيره الصحه قد وافقت على العمل في مستشفى المنصوريه، واستجابه من وزير الداخليه لعمل نقطه لاهالي المنصوريه. هذه الاخبار التي وردت الينا من صوت البلد. كلمة نضعها في سياق واحد ونحن نخرج على أن مطالب المنصورية ستكون في يد من يتحمل المسؤولية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي أعينه، لأنه يعمل من أجل صالح المجتمع المصري. رسالة أردت أن توصلها إلى كل أهالي المنصورية، وهي رسالة ختامية. تفضل يا فندم. يعني احنا عاوزين المنصورية فيها حاجات كتير ناقصه لسه، يعني رغم الحاجات اللي اتعملت دي كلها، لكن احنا محتاجين اول حاجه النقطه تتعمل لينا. هتعمل ان شاء الله. يعني النقطه دي خبر كويس ان احنا يكملوا الشهر العقاري، ده حاجه مهمه قوي، او السجل المدني. يعني ولادنا في المنصوريه اعداد كبيره خالص، وبنروح لمدن جنبينا وقرى ثانيه ونتنقل ويركبوا مواصلات علشان يطلع شهاده او يطلع حاجه، فاحنا عاوزين الخدمات دي تبقى متواجده في المنصوريه. بصراحة دي أكتر حاجة يعني هتبقى كويسة يعني في بلدنا. أكيد يا فندم. رسالة أستاذ محمد توصلها لأهالي المنصورية وأنت على منبر صوت البلد. والله أنا رسالتي لأهل المنصورية ما زلت بقررها، وطالب شباب المنصورية بالالتفاف على قلب رجل واحد لخدمة أهل القرية وخدمة إخوانهم، وبأتمنى من الله إن احنا نكون في المنصورية رجل واحد. أكيد يا فندم أكيد. مشاهدينا الكرام انتظرونا مع بقية أن نرى العمل الإيجابي من الحكومة والقيادة السياسية للمنصورية، حتى ما نكونش عرضنا السلبيات ولا بنعرض الإيجابيات. انتظرونا في حلقات قادمة مع المنصورية. قبل أن أختم مع ضيوفي أقوم بالشكر إلى الحاج محمد سيد أحمد من أهالي المنصورية. هذا الرجل يحب مصر، ومش هقول لكم أكثر من أنه بيحب مصر، وضعوا علامات كثيرة في هذه المقولة، لأننا بدأنا بأن الكلمة حق. ونخرج إلى فصل. أنا ابن مصر اللي ارتويت من نيل بلادي، أنا اللي وقت الشدة بجري قبل ما هي تنادي، أنا اللي عندي طموح ولو مجروح ما أقدرش أكشر يوم في وشك، أنا أبقى إيه أو حتى مين، ده أنا طول حياتي عشتها في عشك. معنا في الفقرة الثانية، يعني أنا مش هقول يعني مش هقول الأستاذ مجدي عبد الكريم هو رجل أعمال فقط، بل هو رجل يمتاز بأنه من أهل الخير والجود والكرم، وله أعمال تسبقه وثقافة لحب مصر. معنا الاستاذ مجدي عبد الكريم، اهلا وسهلا بك. اهلا بك. اهلا بك. الله يخليك. ومعنا يعني بطل من ابطال ابناء البرديني، هم يعني سلاله اشراف في اشراف في اشراف. معنا الاستاذ رامي البرديني، اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. ابدا حواري سريعا استاذ مجدي، ما الذي يدور في مخيلتك كرجل اعمال ان تكون مصر القادمه؟ والله يعني أنا شايف حاليا أن مصر هي مصر القادمة بكل المقاييس، في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته لمشروعاته التنموية والمشروعات العملاقة والبنية التحتية اللي سبقت المشروعات اللي بتتم في الفترة الحالية. لا، هو ماشي بخطة ثابتة وخطة منظمة، وبدأت تبان للشعب المصري من هو السيسي الحقيقي، من هو رئيس مصر الحقيقي. أكيد يا فندم. أستاذ رامي،
وما الذي يدور في مخيلتك ابن من ابناء السيدة عائشة ويعني هذه المنطقة العريقة في مصر القلعة وبلدنا الجميلة، ما الذي يدور في مخيلتك إلى مصر القادمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد شباب السيدة عائشة؟ والله هي اختلفت كتير أو منطقة السيدة عائشة في قيادة السيد الزعيم عبد الفتاح السيسي، لأن كانت في الأول في بعض من السلبيات اللي كانت موجودة تجاه الأشياء الدينية والعقائدية. الوضع ده دلوقتي اختلف في ظل السياسة الحكيمة اللي موجودة دلوقتي، ودلوقتي بفضل الله بدأ يبقى في ترتيب أفضل بالنسبة للمساجد وبالنسبة للكنائس وبالنسبة للأضرحة اللي موجودة بقت. لا الوضع دلوقتي بالنسبة للقيادة دي لا اختلف كتير. متى يكون هنالك بدء في يعني كل الشباب بتتمنى بدء المحليات، ايه رايك استاذ مجدي؟ وهي قضيه هي تعال نتكلم المحليات قبل 2011، هي طبعا توقفت من 2011 من بعد بدايه الثوره. ايوه هي قبل 2011 كانت موجوده، ومش هن مش هن مش يعني هنكون صادقين، لا كان فيها جزء كبير عملي ومهم، لكن برضو فيها نوعية من الفساد. طب أنا هروح أنا هروح بعيد معك أستاذنا أستاذ مجدي باشا. أنا لو خطيت مثلا قلت خلاص مجالس محلية النهاردة في عدم فقدان ليها، طيب أنت من أحد سكان 6 أكتوبر النهاردة شايف، هل الجهاز النهاردة بقيادة البشمهندس الشريف، أنا شايف البشمهندس الشريف القيادي متميز رائع حل بنينا ازاي بقى ماشي في ظل عدم وجود المحليات؟ شوف انا اقول لحضرتك على حاجه، سواء كانت محليات طبعا الجهاز نادي 6 اكتوبر طبعا لهيئه المجتمعات العمرانيه ده بيضم المدن الجديده بس، لكن المحليات بتضم المدن القديمه اللي هي المدن اللي كانت سابقه. المدن الجديده اي حاجه في الدنيا محتاجه ضمير، محتاجه اجتهاد. الضمير والاجتهاد هيعملوا حاجات كثيره جدا، سواء كانت محليات سواء كانت هيئه مجتمعات عمرانيه. فانا شايف زي مثلا موجود دلوقتي من اكتر من سنه وشهرين او ثلاث شهور مانت شريف بصراحه لا بيتحرك كويس جدا. اكتوبر فعلا في خلال سنه وثلاث شهور لا في تغير احنا حاسينه في اكتوبر. طب استاذ رامي، السيدة عائشة هذه المدينه التي تكتظ بالسكان، هي طبعا هل في احتياج وضروره للإقاء المحليات في الفتره القادمه؟ ده حتى يعني هذا سؤال يطرح على الشعب المصري كله. احنا زي ما طبعا تفضل الاستاذ مجدي طبعا وقال ان هي ليها دور مهم وكبير، وهي تعتبر المحليات هي يعتبر سنتر اداره الجهه كلها. يعني دلوقتي لو كان في المحليات احنا طبعا ما نقدرش نقدر ننكر طبعا فضل المحليات في الاول، ولكن كان فيها بعض القصور. فدلوقتي في الظل اللي موجود دلوقتي في القياده العظيمه ديت، لا الوضع دلوقتي هيختلف وهيتبقى لها ايجابيات اكتر من سلبياتها. فعلشان كده احنا بنناشد ان هي يا ريت ترجع تاني، لانها هتكون فيها فاعليه اكتر. أكيد حتى فيها استمراريه. استاذ مجدي شايف 6 اكتوبر ازاي في ظل الفتره اللي احنا فيها الحاليه؟ هو 6 اكتوبر زي احنا يعني المتابع اول 6 اكتوبر او المقيم في 6 اكتوبر، لا هو يلاحظ ملاحظه دقيقه ان هي فعلا بتتغير من يوم ليوم، مش هنقول من اسبوع لاسبوع، لا من يوم ليوم في تغير كويس جدا. احنا بقى عاوزين المزيد، يعني هو فعلا بينزل بنفسه والحاجات المخالفه بيبتدي يكسر فيها، اهتم بالحي الاول كسر كل اللي في المخالفات اللي فيه وبدا يظبط، الحي الثاني هيخش عليه حسب علمي يعني في الفتره اللي جايه والثالث والرابع وهكذا، لان كان في فتره كده طبعا فيها حصل فيها تراخي شويه فحصل فيها شويه، لكن احنا بقى لنا طلب اكتر من كده، ان احنا محتاجين مركز ثقافي كبير، وياريت يكون يخدم الاحياء من الاول للخامس، ويكون كمان يخدم فيها هو تقريبا مركز ثقافي، في مركز ثقافي اللي هو في السادس اللي هو بس صغير. احنا عايزين حاجه زي يعني على نطاق الاوبرا كده، حاجه تليق باكتوبر وزايد وتليق بالجيزه، حاجه تنفع تكون اوبرا راقيه كده، تنفع تكون مركز ثقافي، خاصه ان احنا عندنا ثروه جامده جدا. احنا عندنا 11 تقريبا جامعه ومعهد، فاحنا نستغل الشباب ده ونبتدي ان احنا نعمل تنوير وتطوير في عقليته وفكره ونعتمد عليه، فنقدر عن طريق المركز الكبير ده نعمل له ندوات ونخليه يشارك فيها كمان.
من وجودك استاذ رامي وانت راجل يعني محبوب في منطقه السيد عائشه، تنصح الشباب النهارده او الشباب اللي طالع بالذات والكارثه التي تمر بنا في المجتمع المصري من تقليد المسلسلات الفارغه والتافهه في هذه المناطق الشعبيه؟ هو طبعا ما فيش جدال ان الشاب المصري بطبيعته بيحب التقليد، يعني بيحب يبص ويقلد، وللاسف دي عندنا ثقافه يمكن ما كانتش موجوده في الازمان اللي قبل كده. لكن دلوقتي في الجيل اللي طالع، الجيل بقى بيسمع وبقى بيشوف اكتر من، يعني بيشوف وبيسمع اكتر ما بيتروى او يفكر. فبالتالي بقت في بعض السلبيات اللي بقت بتتعمل في المسلسلات بقت تتنقل للمجتمع، وده طبعا احنا مش عايزينه. المفروض ان طالما في اعلام جيد وفي ثقافه كويسه يبقى لازم يكون عندنا جيل افضل، وده اللي احنا طبعا بنحبه وده اللي احنا عايزينه. علشان كده انا لما كنت بتكلم على المحليات كنا بنتكلم علشان احنا نوجد حاجات جميله نقدر نعملها، زي مثلا احنا عندنا مكان في قلب السيده عائشه المفروض ان هو مثلا يتعمل زي ملتقى فكري. وخصوصا ان احنا بلد الالف مأذنه، لازم يكون فيها ثقافه دينيه، يبقى احنا كده بنخرج نشء للمجتمع، نشء محترم مش بس بيقلد ويشوف ويفكر. لازم يكون في مثلا زي ما يكون عندنا مثلا في سلبيات في ايجابيات، بس احنا عايزين ايجابياتنا اكتر من سلبياتنا. ايجابيات اكتر ان شاء الله في ظل القياده الحكيمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عايز اقول لك يا استاذ مجدي، شايف طموحك للعمل الخيري والعمل الخدمي في منطقة 6 أكتوبر إزاي؟ في جمعيات ومؤسسات كتير في 6 أكتوبر، في جمعية يعني في جمعيات كتير في 6 أكتوبر يعني، وأنا كنت يعني من ضمن الناس اللي أنشأت جمعية. أول اسم ولا أول اسم؟ أول اسم مستقبلنا احنا. أه طبعا هي الجمعية بتاعتي واللي أنا كنت بدأت، اللي احنا ومدام منال أو الأستاذة منال وأستاذ صبري، وكنا وبعد كده لظروف ارتباطاتي باشغال خارج المدينه يعني، فاضطريت ان انا يعني بعدت شويه عنهم في الفتره الاخيره يعني. لكن انا شايف ان مهم جدا ان احنا نبتدي ندور على الجمعيات الخيريه فعلا اللي هي تخدم السكان او المنطقه اللي هي موجوده فيها وبتبقى عارفاها وعندها الملف بتاعها، فتقدر توصل الإعادة لمستحقيها بطريقة ما فيهاش أي نوع من أنواع السرقة أو نوع من أنواع إن هم يستغلوا هؤلاء الناس يعني. فأنا شايف إن الجمعيات دورها مهم جدا إن احنا نهتم بيها، نبتدي إن احنا نحطها أداة تساعدنا في توصيل الدعم للمستحقين. أكيد يا فندم. والعمل الخدمي يا أستاذ رامي برضه في سيد عائشة؟ والله أنا على فكرة شفت برضه بعض الجمعيات المؤثرة في سيد عائشة، لها وجودها ولها كيانها ولها عملها الخدمي. احنا عاوزين نقرب العمل الخدمي من العمل الاجتماعي الخدمي. في دلوقتي اللي هي جمعية أبو السبطين الاجتماعية، اللي هي كانت شغالة بمسمى جمعية أبو السبطين الاجتماعية، ودي قايمة بالدورين، بالدور الخدمي والدور الخيري. وهي دلوقتي بيتم تغييرها، ومسكها دلوقتي سيادة المستشار ابن عمي خالد البرديني والأستاذ محمد البرديني الصحفي، ودي إن شاء الله دلوقتي بيتم تغييرها لأنها هتبقى تنزل تحت منظومة، هيتغير اسمها لمؤسسة البرديني. أكيد يا فندم، أكيد ربنا إن شاء الله. أنا قبل أن أذهب لفاصل لأعود معكم، والسؤال اللي هطرحه في بعد الرجوع من الفاصل، طموحك لكل شاب مصري النهارده حتى يتعلم جهد هذه البلد وجهد ما يفعله الرئيس ويبقى في إطار السياسة والإطار الخدمي. نعود بعد الفاصل لإجابة عن هذا السؤال. عدنا مرة ثالثة، أجب أستاذنا على هذا السؤال الذي طرأناه لكل مشاهدينا قبل الفاصل. يعني أنا من وجهة نظري الشخصية أنا شايف الرؤية للشباب، وده نص يعني بيتكلم عليه السيد الرئيس واهتم بيه جدا،
واحنا كلنا كرجال اعمال او بنحب مصر شايفين ان المستقبل كله لاولادنا. فانا شايف ان 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 الاولاد دول لازم يكون حاطين في دماغهم ان الدنيا مش سهله، لازم يجتهدوا، وبالنسبه للعمل بتاعهم يقبلوا في الاول ان هم ياخدوا خبره وباثمان قليله شويه، وبالتبعيه الفرصه هتجيلهم شويه بشويه. محدش بيقدر ياخد فرصته وقعد في البيت، هو بياخد فرصته نتيجه انه موجود في عمل مجتمعي، عمل مجتمعي، فبالتالي ياخد فرصته. لازم يعرف ان دي نيته، يكافح فيها كويس جدا جدا، هيقدر يوصل ان شاء الله باذن الله هيوصل. اكيد يا فندم. معانا مداخلات. اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معالي المستشار خالد البرديني، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ. كل وانت طيب حبيبنا المستشار. ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب يا باشا، وانا كلها بخير. اللهم امين يا رب. اتفضل معالي المستشار. بالنسبه للاهتمام بالشباب، اتفضل معالي المستشار. عايز نتكلم في موضوع الشباب. طبعا الشباب ودور الشباب في العمل المجتمعي والخدمي. طبعا هم الشباب هو اهم البلد وهم المستقبل، وهم عماد البلد، يعني هو الامل فيهم هم ان هم اللي هينهضوا في البلد، وهم الدور عليهم بقى ان هم يقوموا في بلدهم. والتوعيه طبعا مهمه للشباب، ان احنا نخلي بالنا منهم ونوعيهم صح في الخطاب الديني في المستقبل، وننمي فيهم حب الوطن، وان شاء الله يكونوا ذخيره كويسه لبلدنا. اكيد مع المستشار. اكيد يا فندم، اكيد يا فندم. أشكرك معالي المستشار على هذه المداخلة الجميلة. معنا اتصالات أخرى. اتفضل. ماشي يا فندم، اتفضل. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الخير عليك يا فندم. ألو. اتفضل يا فندم. أستاذة هبة. ما حضرتك يا فندم، ما حضرتك. أستاذة اتفضل يا فندم. أنا بحيي حضرتك جدا طبعا، وبحيي أستاذ مجدي على المداخلة، وبتمنى طبعا ان احنا نأيد العمل الخدمي، وان احنا نعمل رعايه خدميه مش بس ثقافيه، الرعايه الصحيه برضو محتاجين ان احنا يبقى في جهد وتكامل فيها مع المجتمع ومع الحكومه، لانها مش هتقدر توفر كل الخدمات دي. انا بتكلم ده بمنطلق ان انا كنت مريضه. طب انا استاذه هبه هستوقفك لدقيقه بس يا فندم. متى يكون شبابنا حاضر الذهن والوعي والعقل والمصداقية لقيادة العمل المجتمعي والخدمي؟ يعني امتى يبقى جاهز بقى؟ لما يكون مثقف. انا عايز اطلع شاب مثقف يقدر يبقى عنده وعي وادراك لأهمية جهده ووجوده، ان هو يبقى واحد، اطلع بني ادم متعلم قادر يخدم. لكن انا عندي شاب ما عندوش قدرة على العمل، ما عندوش ثقافة، فبالتالي مش هيقدر يدي حاجة. اكيد يا فندم، اكيد. فانا لازم ادعم ده جواه، وادعم كمان الانتماء، ان انا اربي وازرع جواه الانتماء، ازاي يبقى هو منتمي لوطنه، لمجتمعه اللي هو عايش فيه، انه يقدر يساعد على رفع شانه، وان هو يساعد على تطويره. اكيد يا فندم، مهم. اكيد يا فندم، ده مش هيكون ابدا بدون ثقافه وبدون تعليم جيد. جوده التعليم بيتوقف عليها برضو ادراك الشباب لاهميته ووجوده. أكيد يا فندم. أشكرك أستاذة هبة على الكلمات الجميلة دي. بصراحة فعلا شبابنا يحتاج إلى وعي ونشر الثقافة المصرية بحق. الذي ينشر الوعي والثقافة في المجتمع المصري هو وزيرة الثقافة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني نداء إلى وزيرة الثقافة، كثير من المكتبات لأهالي 6 أكتوبر والسيدة عائشة، ويبقى في عمل للشباب، يجد لكل شاب أن يقول أنا في كل أرض العرب أحيا بين أوطاني. أستاذ رامي، كلمة ترسلها إلى شباب الأمة المصرية، كيف يكون البدء حتى نكون على وساق في العمل المجتمعي والخدمي؟ أحب أقول لهم طبعا أن ما فيش حاجة بتيجي دايما كده سهلة، ويد الله مع الجماعة، لازم يكونوا قلوبهم على قلوب بعضهم، يمتدوا. كل الطالب يهتم بدروسه، الصانع يهتم بصنعته، المدرس يهتم بمهنته، الصيدلي يهتم بشغله،
في الوضع ده لو كل واحد فعلا أخلص لربنا في عمله صدقوني هنبقى مجتمع كويس ومجتمع رائع. أستاذ مجدي شايف النظرة الإيجابية والمستقبلية إيه؟ وبالذات أنت بتعيش في يعني معظم أكتوبر شباب. والله أنا شايف غير اللي جايين من خارج مصر يعني وبرضو يعني شباب يعني كأنك تنادي شباب الأمة. أنا شايف النظرة متفائلة جدا لأن إحنا تقريبا إحنا جاهزين لأي مشروع ممكن يتعمل. حضرتك لو بصيت على 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 على, على خريطة جمهورية مصر العربية من فوق أو على موقع مصر من فوق هتلاقي لا شبكة طرق وبنية تحتية رائعة جدا جاهزة. في مشروعات أوريدي زي الغاز الطبيعي وتنمية أسوان ومشروعات ومشروعات كتير إحنا جاهزين. واهم حاجه عندنا ان احنا نرجع نتكلم في نقطه مهمه الشباب. لازم نحتضن الشباب. الشباب اللي نحتضنه دوت هيقدر يحتضن هو بقى الشباب الشباب المثقف يعني اللي هو عن طريق الندوات وعن طريق المركز اللي انا بتكلم فيه اللي احنا نعمله مركز يكون كبير جدا يقدر يستوعب اكتوبر والجيزه وهم بدورهم هيقدروا يلموا شباب اللي هو هنقول خارج نسبيا عن السيطره لان اللي يقدر يخاطب الشباب اللي زيه. طب انا برضو في سؤال بيتطرق لي. اتفضل. هل هنالك من يعلم الشباب كيف يكون العمل الاجتماعي والعمل السياسي والعمل الخيري وان نعزل نحمل الشباب يتحمل المسؤوليه حتى يكون لدينا شباب يتحمل المسؤوليه؟ هو 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 الشباب احتكاكه عن طريق ايه؟ عن طريق وهو شباب متعلم هنقول عن طريق الجامعه وعن طريق البيت وعن طريق الدائره اللي هو موجود فيها. طب احنا عايزين اكتر من كده. احنا عايزين الناس اللي زي حالتنا او اللي هو يقدر يعمل مؤتمرات ويقدر يقعد مع الشباب ويتناقش معاهم. يعني انا عندي ابني في اعلام انا لما بقعد مع الولاد لا حاجه تفرح. عندهم ثقافه وعندهم طموح ومش بس كده بينزلوا يتمرنوا في قنوات وبيتمرنوا ببلاش وبينزلوا يعني ممكن يروح لمده 3 4 شهور في قنوات وهو هو هو ما بياخدش منها جنيه لكن هو في الاخر عاوز يستفيد. لا هو عندهم امل. بس اهم حاجه ان هم فعلا لما يتخرج لو قعد اكتر من سنه او سنتين من غير ما يواصل العمل الميداني لا هيصاب بالياس. هنا احنا لازم ناخد بايده لازم نقول له تعالى الطريق بتاعك شغال ازاي الطريق بتاعك هيتحرك منين. وده دور على الدوله ودور فعلا لازم يكون موجود ودور لازم يكون فاعل. لكن احنا عندنا شباب لا شباب بخير وعندنا شباب وبدا يفهم ويعي الخطوه اللي احنا فيها دلوقتي واللغه بتاعته اتغيرت والفكره بتاعته اتغير. احنا عايزين ناخد الشباب ده وهو اللي يخاطب الشباب اللي هو عاوزين نصلح منه او نطور منه بحيث ان مصر ان شاء الله نقول في خلال 5 سنين القادمين لا تبقى كلها شباب مثقف حتى اللي ما خدش قسط كبير من التعليم اللي هو برضه مثقف وعارف يعني ايه مصر وايه البلد دي اللي هي اثبتت ان هي يعني حضرتك لو شفنا كورونا وتحطيمها في ايطاليا واسبانيا وامريكا انت في مصر هنا قدرت تحتوي وتشتغل بإدارة ومنظوم محترم جدا أثبت للعالم إن مصر لا إحنا ما بنتكلمش من فراغ. لا يا جماعة إحنا عندنا ناس بتدير أجندة محترمة وبأسلوب راقي جدا 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 وقدرت إن هي تعدي يعني الحمد لله هنعدي من الأزمة هنعدي من الأزمة إن شاء الله يا رب العالمين. أكيد بس إحنا محتاجين وعينا إحنا بقى يعني وعي مصر وعي الناس يعني. أكيد يا فندم. أستاذ رامي وجهة نظرك إيه برضه؟ الحمد لله إن إحنا طبعا استكمالا لكلام الأستاذ مجدي ان احنا فعلا البلاد ادارت الوضع اللي احنا فيه اداره جيده لا نعي ولا ننسى برضو دور الاعلام اللي هو ادى برضو اللي هو وصل المجتمع ان هو برضو يسمع ويتلاقى ويحاول ان هم طبعا يقعدوا علشان نادي المحنه اللي احنا فيها ديت. وان شاء الله بامر الله طبعا مع الوعي الكامل دوت ان شاء الله ممكن نعدي المحنه وبفضل الله نبقى الأحسن إن شاء الله. أكيد يا فندم. نروح إلى فاصل ثم نعود إلى برنامج صوت البلد. عدنا مرة ثانية إلى برنامج صوت البلد. عايز اقول للاستاذ مجدي يمكن في الفاصل تكلمنا عن الاستاذه هبه ممكن حضرتك تكلمنا برضو في انا شايف ان هي متميزه برضو يعني بصراحه يعني هي زوجها صديق واخ ليا وهي اختي برضو. مدام هبه يمكن من الناس القويه جدا الطموحه لانها خدت تجربه مريره جدا مع الكانسر مع يعني
وقدرت انها تشفى منه الحمد لله، وعملت ظهرت في اكتر من قناه، ودلوقتي بتعمل هتبتدي تعمل حلقات على اليوتيوب خاصه بسيدات وازاي ان هي تقدر تجتاز هذه المرحله والمراحل اللي بتتم من الى، وازاي ان هي ترجع تاني وتتعايش بطبيعتها. لا هي مثال يعني، يعني انا اتمنى ان حضرتك فعلا اكيد يا فندم ده شرف لينا، ربنا يخليك تكون ضيفتنا يعني بعد كده، لان هي فعلا تستاهل يعني. اكيد شرف لينا يا فندم. وجوزها طبعا خبير ضرايب وهي اصلا شغاله في الضرايب، ف اكيد يا فندم. استاذ رامي، كلمنا عن اهم ما يجري خلف سيد عيشة في هذه الايام من كورونا ووجود كورونا والناس وحالة الشعب وماذا يدور خلف هذا الصندوق الأسود في حياة المصريين. والله هو يعني يمكن من أسوأ يعني الفترة اللي بتمر بها منطقتنا، لأنها كانت لها روحانيات معينة في رمضان. يعني ويقال أن مصر بلد الألف مأزنة، 700 تواجدوا هناك يعني. فطبعا هي تسود لها رائحة حزن في الجو غير عادية شوية. أكيد. يعني الموضوع أثر فيها يمكن أكتر من أي بلد تانية أو أكتر من أي مكان تاني. هي فعلا تأثرت روحانيتها، تأثرت ناسها، اتأثروا بيعني بعدم سماع القرآن، بعدم سماع يعني الصلوات، طبعا كل الحاجات ديت مأثرة على ناسها جدا، لأن الناس اللي فيها اتعودوا إن هم يشوفوا رمضان بشكل تاني مختلف قوي غير أي حد تاني. أكيد يا فندم، رسالة توصلها إلى كل المصريين أستاذ خالد من خلال عملك الخدمي والمجتمعي في 6 أكتوبر. مصر بخير، ثقوا في القياده بتاعتكم، احنا شايفين المرحله الجايه ان شاء الله ان شاء الله تكون بخير. لابد ان احنا نتكاتف ونعي هذه المرحله ونبدا بنفسنا. الدوله اللي عليها بتعمله واحنا علينا دور لازم نعمله عشان خاطر نعدي المرحله او الحقبه اللي بدات تاثر في الشعب المصري في الفتره الاخيره، وإن شاء الله نعديها ومصر تظهر وتاخد مكانتها اللي كل دول العالم بتتوقعها إنها تبقى في المرتبة 10 أو 12 مصر العالم. أكيد رسالة أستاذ رامي توصلها من خلال برنامج صوت البلد النهاردة لكل المصريين. إن شاء الله المحنة دي إحنا هنقوم منها بسلام، وإن شاء الله هنعدي منها، وإن شاء الله تحت قيادة سليمة. إن شاء الله بأمر الله مصر تفوق وتقوم طبعا بسواعدها وسواعد رجالها وأبنائها، وطبعا بجند الله طبعا اللي هم خير جنود الأرض، ربنا يحرسهم، وهم دول دايما يعني ثمر كفاح الوطن. ونحتسب شهدائنا إن شاء الله في الجنة مع الأبرار والشهيدين الصادقين. لو بتحبوا البلد دي خلي عينيكم عليها، لأنه جل الإله في وصفها في قرآنه فقال ادخلوها بسلام آمنين، وذكرها الله في قرآنه فحفظ الله مصرنا بقائدنا الذي يعمل لصالح مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب المبدأ الأول، أنا مع الشعب والشعب معي. هذا الرجل الذي يعمل بكل كيانه وكل قوته ليكون مصر قادمة رغم أنف الإعلام الأسود الذي ربما يلفت أنظار بعض عقول الجاهلين من هذه الأمة التي نعيشها. أشكركم وانتظروني غدا في حلقة نارية من برنامج صوت البلد. كان معكم سيد فضيل.